طيب امبارح وانا بتكلم مع حضراتكم اتكلمت عن الاهلي والزمالك ومباراتي امبي والاسماعيلي. ليه؟ امبي هيلعب يوم الاثنين اللي هو النهارده، وبالمناسبه امبي وسموحه تعادلوا في مباراه اليوم، وبالتالي سموحه يعني فقد ان هو يلعب على المركز الرابع، ويتبقى بقى التنافس على المركز الرابع ما بين نادي بيراميدز ونادي الاتحاد السكندري. في حالة فوزه على نادي الزمالك غدا يتأهل رسميا للبطولة الكونفدرالية. أعتقد من المرات اللي هتبقى قليلة جدا لنادي الاتحاد السكندري أنه يتأهل إلى البطولة الكونفدرالية، وبالتالي لو اتغلب الاتحاد السكندري بكرة من نادي الزمالك هيبقى بيراميدز هو اللي هيتأهل للبطولة الكونفدرالية بناء على الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه امبارح. والحقيقة انا دايما ببقى سعيد لما الواحد بينور نور في منطقة معينة يطلع الجانب الاخر اللي احنا بنتكلم عنه بغض النظر هو مين، يطلع ويقول احنا عملنا كده ليه. امبارح انا اتكلمت وقلت هو انت ليه بتلاعب امبي وسموحة يوم الاثنين، وبعدين امبي هيلعب الاهلي يوم السبت، وفي نفس الوقت اتكلمت عن الاسماعيلي والاهلي انهم هيلعبوا الاربع، وبعد كده بعدها بيومين او ثلاث ايام الاسماعيلي يلعب ضد الزمالك، يبقى كده مفيش تكافؤ فرص. ده اللي انا كنت بتكلم فيه امبارح. النهارده ظهرت الحقيقه ولماذا تمت هذه المباريات في هذه التوقيتات تحديدا، وده انا بشكر عليه الحقيقه اتحاد كره القدم. بعض التصريحات اللي ظهرت من اتحاد كره القدم اتقال ان لازم قبل يوم 10 نحن كاتحاد كرة قدم مصري يبعت للاتحاد الأفريقي يقول له الأربع فرق التي ستشارك في البطولات الأفريقية سواء دوري أبطال إفريقيا، وده محسوم بالنسبة للأهلي والزمالك، وبالنسبة للمصري حسمت أمس وهيشترك في المركز الثالث، ثم المركز الرابع بقى هننتظر ايه اللي هيحصل في مباراه الاتحاد والزمالك بكره، وبعد كده مباراه بيراميدز، ونشوف ايه اللي هيحصل في هذا الموضوع. ليتاهل اربع فرق، اثنين لدوري الابطال الاهلي والزمالك خلاص المصري، ومعاه فريق ثاني يا الاتحاد السكندري في حاله فوزه على نادي الزمالك، او بيراميدز في حاله نادي الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري في مباراه بكره. وبالتالي الحمد لله احنا بننور نور وكله بيتكلم على الكلام اللي احنا بنتكلم فيه.